هي مثل ما بيقولوا هي اللي أخرجتنا من الجنة. الموضوع في القرآن الكريم على العكس من ذلك تماما. أولا ليس لها أي علاقة لا بالإساءة داخل الجنة ولا بالإساءة خارج الجنة ولا بالخروج من الجنة. هذه جاءت من بعض الأساطير ثم دخلت عن طريق الإسرائيليات إلى الدين الإسلامي. لنأتي إلى القرآن الكريم. طبعا القرآن هو القول الفصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله يقول أن الله خاطب آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم الله نبه آدم إلى شر إبليس، قلنا يا آدم إنه عدو لك ولزوجك. إبليس خاطب آدم حصرا، قال يا آدم هل أدلك، لم يقل أدلكما، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. عصى آدم ربه فغوى، لم يقل عصيا ربهما. ثم الله يحمل المسؤولية المطلقة لآدم. لاحظ سيتك هذه الآية الكريمة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فتشقى لوحدك لأنك أنت السبب، لم يقل فتشقيا. ثم في النهاية تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فسبحان الله المسلم يقرأ آدم 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 يغلق القرآن الكريم صدق الله العظيم ويلتفت إلى الأنثى ويقول لها أنت أخرجتيني من الجنة.